عندي النهارده فطيره بشرائح اللحمه، عندي دقيق وسكر وزيت دوره كريستال، وعندي ميه دافيه وخميره وزعتر جاف. انا يعني مش عارف انا ايه المقادير كده، جايه كلها معالق معالق معالق. شغلنا بالمعلقه دلوقتي، ما علينا. الحشو بتاعي بقى اهم حاجه عندي، عندي لحمه خضار مشكل اللي هو عباره عن بصل، جزر، بطاطس، كوسه، وعندي ثوم وعندي مستردة. هنعمل ايه بقى الكلام ده كله؟ هنحط الاول كده، نعجن دي، بسم الله الرحمن الرحيم، معاها شويه زعتر اهو، معاها سكر، معاها ملح اهو، شويه ميه دافيه، شويه زيت ذره كريستال. اقوم اعمل ايه بقى يا باشا؟ حبه بصل من دول كده، شويه مستردة كده، ويهمني جدا ان الزيت بتاعي يبقى ورن. ورن يعني ايه؟ يعني بيري هوت زي ما بيقولوا. انا شويه من الزيت ده، اروح اعمل كده اهو. عندي خضار على النار، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بفرد العجين على قد ما اقدر.